مرحبا محبينا. لا شيء يمنعك من الطيران لطالما ترغب بتعلمه. أولى الخطوات لهذا العالم هو التحليق بهذا النوع من الطائرات ذات المحرك الواحد ضمن ظروف مناخية جيدة. بأقل من 300 متر يمكن الإقلاع بهذه الطائرات التي تتميز بخفة الوزن وسرعة تعلمها، كما أنها من أكثر الطائرات الرياضية تحملا لأجواء المملكة المتقلبة وسرعة الرياح العالية، ويمكن أن تقطع مسافة تصل إلى 1100 كيلو متر دون التزود بالوقود بسرعات تصل إلى 300 كيلو متر في الساعة. تدريب عندنا على طائرة الليجرا وطائرات الجناح الثابت ينقسم إلى قسمين، في قسم منه نظري وفي قسم منه عملي اللي هو طيران حقيقة وطيران فعلي. العملي تقريبا ينقسم برضو إلى عدة مناهج، منها نظريات الطيران، المرور الجوي، أنظمة وقواعد الطيران، وفي جزء منها يتكلم أو يختص بالأجواء والوذر والشغلات هذه. بالنسبة للطيران أو ساعات الطيران العملية والتدريب الميداني برضو ينقسم إلى قسمين، اللي هي عدد ساعات التدريب الأولى مع المدرب، هذه تقريبا تحتاج إلى 15 ساعة. بعد كذا 15 ساعة يكون طائرهم الطالب أو المتدرب سولو أو طيران انفرادي تحت إشراف مدرب. طبعا الساعات هذه أو المدة بالنسبة للطيران أو التدريب الميداني ما هو إلزام إن الشخص يخلص ب30 ساعة، ممكن أكثر من 30 ساعة. فهو متى ما أتقن الطالب التدريب أو ساعات الطيران أو الطيران مع المدرب 15 ساعة أو 20 ساعة الأولى، بعد كذا المتطلب منه الإلزام اللي ثابت اللي هي 15 ساعة سولو طيران انفرادي. يخضع جميع الطيارين خلال مراحل التدريب المختلفة لتعلم النزول في الحالات الطارئة، ومنها فرضية الهبوط بإطفاء المحرك، والذي لا يعد توقفه عن العمل مشكلة في هذا النوع من الطائرات، مما يعزز الثقة لدى الطيارين في سلامتها مقارنة بغيرها من أنواع الطائرات الأكبر حجما. وكونها تعد النواة الأولى لعالم الطيران، واشترط التدريب على هذه الطائرات إلماما ولو يسيرا باللغة الإنجليزية وإصدار الرخص الخاصة بها، والتي يمكن من خلالها امتلاك الطائرة أو استئجارها على الأقل في المملكة. تملك الطائرة هذه يتطلب حصول الشخص على رخصة من نادي من الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضا عضوية من نادي الطيران السعودي. الطائرات هذه أسعارها تتراوح من 250 ألف إلى 450 ألف، طبعا مصانع وعلى حسب تصنيف الطائرات وأنواعها والمميزات والخصائص المتوفرة في الطائرة. طبعا ممكن الشخص من تملك الطائرة إيقافها في النادي مقابل رسم سنوي معقول جدا في حدود 12,000 ريال تقريبا في السنة. طبعا يؤمن لها موقع آمن، سكيورتي، كاميرات مراقبة، هانجر لحمايتها. فهذه الأشياء أيضا ساعدت الرياضيين على الدخول بشكل أكبر في هذا المجال وانتشار هذه الرياضة بشكل كبير. تنتشر ذات المحرك الواحد بمقعدين على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم للتدريب أو الترفيه، لذا يمكنهم مزاولة نشاطاتهم باصطحاب مرافقين لهم داخل مناطق معينة على هذا النوع من الطيران الذي يستخدم وقود السيارات، ويعد في السعودية الأقل كلفة من بين الدول الخليجية من حيث التجربة والتدريب. ومع استئناف العمل في بعض أندية الطيران بعد قرار إيقافها في جميع مناطق المملكة في وقت سابق لاستيفاء اشتراطات السلامة، يواصل قوات الجناح الثابت شغف الطيران في أوقات النهار بأعلى معايير السلامة التي يمكن توفيرها لطائراتهم بتزويدها بمظلات احتياطية للهبوط كبدايات أكثر أماناً نحو احترافية الطيران والتدرج في مستوياته المختلفة. لقناة المجد، سلطان العصيمي، جدة.
وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار.